Welcome our students. Today our lecture will be on light emitting diodes or light therapy. Objectives of the lecture: at the end of this lecture you will be able to define light therapy, detect the principles and procedure of emitting light from light emitting diodes, realize the differences in nature and effect between lasers and light therapy, describe the physiological effects of light emitting diodes, set the indications, contraindications, and precautions of light emitting diodes, and finally illustrate practical cases treated by the application of light emitting diodes. Definition: light emitting diodes عبارة عن semiconductor devices that convert electrical energy into light energy. يبقى عندنا conductors أو semiconductors هتحول لنا electrical energy into light energy. لما الالكتريكال كارنت بيباس في السيمي كوندكتور بيمت فيزيبل لايت، واحنا بنأكد ليه على الفيزيبل لايت عشان احنا بنعالج بلايت ثيرابي، واللايت زي ما هو سيم وذ سيم انرجي اند سيم ويف لينث، مش امبليفايد لايت لايك ليزر. فاحنا عايزين من الاول نفرق ما بين الليزرز وما بين اللايت ايميتنج دايوز اور لايت ثيرابي، لانه في بيج ديفرنس، حقيقي بيج ديل اوف ديفرنس. وطبعا بيفضل الليزرز او بتفضل الليزرز كلها سواء لو ليف ليزر او هاي انتنسيتي ليزر، الاثنين سوبيريور لللايت ثيرابي، لكن طبعا اللايت ثيرابي ليه برضو استخداماته وليه الادفانتجز بتاعته. اللايت ايميتد فروم ذا دايوز بيبقى ديم لايت، ات از نوت سو برايت، يعني مش بيبقى ضوء شديد لكن بيبقى ديم لايت. اللايت اللي طالع بيبقى مونوكروماتيك و occurring at a single wavelength. The output of light-emitting diodes can range from red to blue-violet. يعني بياخد كل الcolors بتاعة visible light. وإحنا لو نفتكر visible light كان wavelength بتاعه من 400 ل 700 نانومتر. وفعلاً أدي range الred تقريباً wavelength بتاعه 700 نانومتر، والblue-violet اللي هو أقل واحد من 400 نانومتر، كان بيبتدي بالred وبينتهي بالviolet. بعض الLEDs بتemit أو light-emitting diodes بتخرج لنا infrared، مش بس red أو في visible range لكن infrared which is invisible. طبعا infrared احنا مش بنشوف لها color ولا بنشوفها أصلا، ودي wavelength بتاعها أطول شوية اللي هي 830 نانومتر. والأجهزة دي بتتعرف بأنها infrared emitting diodes مش light emitting diodes. يعني بنتكلم عن light emitting diodes بنتكلم عن اللي بيخرج اللي هو الفيزيبل لايت اللي هو الرينج بتاعه من 400 ل 700 نانومتر. لو هنتكلم عن اللايت ايميتنج دايوز اللي بتيميت انفراريد لايت يبقى هنسميها انفراريد ايميتنج دايوز. الكونستراكشن اوف لايت ايميتنج دايوز، ازاي بقى بنعمل برودكشن اوف لايت فروم لايت ايميتنج دايوز؟ بيقول لنا معظم الفيزيبل تايبس اوف دايوز هي عباره عن نارو باند ويدث of either visible light at different colored wavelengths. احنا قلنا colored colors عندنا 7 colors من الريد لحد البلو violet، وفي invisible red light from some remote controls of laser type light. ودي لما بنسمح للcurrent او electrical current انه يباس in a forward direction وده one direction. يعني ايه برضو نوضح اكتر؟ light emitting diodes هي basically specialized type of diode very similar للelectrical characteristics of something named a positive negative junction diode. يعني احنا بنجيب two poles، واحد positive وواحد negative، وبنعمل لهم direct connection with each other. طبعا لما بنوصل electricity احنا عارفين انه current flow بيحصل from the negative side to the positive side. اوكي، وبعد كده لو حصل احيانا في اللي هي الالترناتنج كارنتس بيرجع الكارنت مره تانية لان البولز بتتغير البولاريتي بتاعتها، البوزيتيف بيبقى نيجاتيف والنيجاتيف بيبقى بوزيتيف، وترجع الالكترونز او الكارنت فلو ان ذا ريفرس دايركشن. في البوزيتيف نيجاتيف دايود جانكشن احنا بتسمح بس بالدايركشن اوف كارنت ان ايتس فورورد دايركشن اونلي، لكن بتعمل بلوك للفلو اوف كارنت ان ذا ريفرس دايركشن. يبقى عندنا وان دايركشن اوف كارنت فلو. اللايت ايميتنج دايوز او الانفراريد ايميتنج دايوز بتتكون من ماتيريال كولد بي تايب اللي هي البوزيتيفلي تشارجد سيمي كوندكتور، وان تايب سيمي كوندكتور اللي هي نيجاتيفلي تشارجد. التو اليمنت زي ما قلنا بليسد ان دايركت كونتاكت، الاثنين عند الدايركت كونتاكت بيعملوا لنا ريجون اسمه بي ان جانكشن او بوزيتيف نيجاتيف جانكشن. البوزيتيف نيجاتيف جانكشن بيبقى سراوند بترانسبيرنت هارد بلاستيك ايبوكسي ريسن، شكلها هيمسفير زي هيمسفير هيمسفيريكال كاب او تشيلد، دي عشان تحمي الليد من الـ من الفايبريشن او من الشوك. الليد جونكشن مش بتخرج لنا ماتش لايت،
لانه الابيكسي ريسن بودي اللي هو البلاستيك كاب اللي فوقيها او بلاستيك كاب constructed بطريقه انها تعمل concentration of the photon lights by the junction وبتعمل لها ريفلكس. طبعا احنا قلنا الفوتون هتبقى produced امتى يا جماعه؟ احنا قلنا الكرنت هيعدي في one direction from the negative side او from the negative semiconductor to the positive semiconductor. واثناء ما هو بي باس from here to here يعني from one side from the negative side to the positive side بيمت الفوتونز. الفوتونز دي بتبقى reflected by the epoxy وبعد sorry reflected away from the surrounding substrate base وبعد كده بتروح على الايبوكسي لايت الايبوكسي كاب فيها لينس. اللينس دي بتعمل concentration of the photons عشان كده بنلاقي اللايت emitted from the top of the cab here is brighter than the light emitted from the rest of this cab. نتفرج برضو على هنا ادي الكاثود او اللي هو النيجاتيف سيمي كوندكتور وده الانود اللي هو البوزيتيف سيمي كوندكتور. here is the direct junction in between and here semi conductor die. هنا بيحصل الترانسميشن from the electron from the cathode side to the anode side وبيحصل emission of photons here. here is a reflective cavity okay that reflects all photons here. وبعد كده في هنا اللينس. اللينس دي اللي هي بت concentrate the photons وبت emit the light from here. اللايت emitting diodes بت emit light when it is forward biased. وفهمنا forward biased يعني ايه؟ يعني بت pass from the negative side to the positive side without flowing in the opposite direction. معناه ايه برضو يا جماعة؟ معناه ان الالكترونز اللي موجودة في النيجاتيف سايد بتتحرك تروح للسبيسز او الهولز اللي موجودة في البوزيتيف تايب او في البوزيتيف سايد وبتعمل ريكومبينيشن او جونكشن with it. عشان كده الكرنت بنقول فيه كرنت فلو. لما ده بيحصل في انرجي ريليز. الانرجي دي بتبقى in the form of light photons. نفهم هنا برضو من الالستريشن. here is in the inside دول الالكترونز اللي هما بالأورنج بيتحركوا هنا في البورز أو الهولز الموجودة في البوزيتيف سايد وبيعملوا combination with each other. here like a recombination electron falls into the gap like that. while doing this a sort of combination it is moving from Fermi level to another level to a down level. ففي هنا energy is to a lower level. في energy is emitted in the form of light photons. بعد كده بتبقى collected بالplastic cap زي ما قلنا concentrated by the lens and emitted. واللايت بيبقى brighter at the top of the epoxy نتيجة the concentration of photons. طيب هل نوع الماتيريالز أو الميكروكوندكتور ماتيريال اللي موجودة في الـ positive negative junction دي بتفرق في اللايت كولر او في الويف لينس؟ اه طبعا احنا ممكن نستخدم جاليوم ارسنايد وفي الحاله دي هيدينا such wavelengths 850 to 740 نانومتر. ده في الانفراريد رينج يبقى this is invisible. والفولتس بتاعته 1.2 فولت. جاليوم ارسنايد فوسفايد زودنا هنا الفوسفايد فبنلاقي الويف لينس بيقل نتيجه وجود الفوسفايد 630 660 نانومتر. والكولر ليد ريد والفولتس 1.8. جاليوم ارسنايد فوسفايد برضو برينج اقل من الرينج ده 630 ل 660 ده 605 ل 620 ولونه امبير و2 ملي فولت الباور بتاعته. جاليوم ارسنايد فوسفايد نيترايد في هنا كومبوننت جديد اللي هو نيترايد وده بيدينا فيري سبيسيفيك ويف لينس 585 595 نانومتر واللون يلو وهكذا. كل نوع طبعا من المايكروكوندكتور بيدينا سيرتن كلر 7 colors as you see طبعا here with different milli voltage or milli amperes. طيب ايه هي الphysical principles of light emitting diodes؟ نروح ندرسها ونقارنها بالليزر. light emitting diodes بتproduce light. light ده ممكن يبقى monochromatic وممكن يبقى polychromatic. يبقى هنا فقدنا الخاصية بتاعت الليزر اللي هي monochromatic only. طبعا في فرق كبير قوي بين اللايت البرودكشن بتاع اللايت اللي هو بيخرج من positive negative junction which is very simple junction ونوع من electrical circuit البسيطة قوي مختلفة تماما عن production of laser اللي هو ينباس احنا بنعدي electrical current في شامبر او تيوب فيها نوع من الماتيريالز وبتبتدي الاتومز تبقى اكسايتد والاكس والالكترونز تتحرك بين الاوربتس باك اند فورث وتريليز انرجي وتاكواير انرجي وبيحصل ستيميليتد ايميشن وسبونتينيوس ايميشن. كلام كبير قوي
many atoms are excited, photons excite other atoms, excited atoms excite other atoms, وهكذا. وبعد كده بيحصل collection الفوتونز ويخرج in the form of laser. So the laser is an amplified light. But here فبيخرج monochromatic طبعا with one wavelength. لكن هنا في اللايت العادي ممكن يبقى monochromatic وممكن يبقى polychromatic. وده includes visible و infrared light wavelengths زي ما اتفقنا. Visible هما 7 colors from red to blue violet. وطبعا الانفراريد ده without color or invisible. في بعض اللاز اسمها super luminescent اللي هي مضيئة زيادة. دي شبه اللاز العادية لكن بتخرج higher intensity light energy. الليزر ديوز بتخرج light that is monochromatic, coherent and direction. ده الليزر. In contrast here بقى احنا بنتكلم عن light leds والS leds ممكن تبقى monochromatic but with limited coherence. لان ده light يا جماعة. احنا واحنا بنقارن الليزر باللايت كنا بنقول الليزر coherent. Light may be non-coherent طبعا بيحصل له spreading, distancing او widening في space لكن الليزر مش كده تماما. Therefore classification systems for laser devices don't apply to leds ولا leds. اسلاز سوري ده مختلف عن ده. الباور اوتبوت ممكن تتراوح من 5 ل 40 ملي وات للليدز العاديه و 90 ملي وات للاسلاز سوبر ليومينيسنت ليدز لان الباور بتاعتها اعلى. الليدز وتظل طبعا الباور اقل كتير قوي من الليزر. الليدز والاسلاز arrayed in clusters يعني بناخد كام كلاستر او كام الديود في كام كلاستر بيخرج لنا ليزر من 20 ل 30 ديود زي ما انتم شايفين كده includes in one piece عشان طبعا اللايت انا ما ينفعش اعتمد على واحد كلاستر او اتنين او تلاتة لازم عدد كبير عشان اعمل concentration للenergy of light عشان تقدر تدينا ال desired physiological effects. التريتمنت طبعا بيبقى longer اكتر من عشان التوتال اماونت اوف لايت انرجي بالكلاسترز تقدر تكسيد الدوسج اللي هي يوزد في اللو انتنسي ليزر ثيرابي. الاماونت اوف لايت انرجي برودوسد باي ليدز والاس ليد لايت سورسز ممكن تدينا سوبرفيشال هيتنج اوف ذا سكين تيشو. طبعا احنا بن اوفركم ذس انه بيعملوا كولينج لل دايودز الليزر دايودز عشان ما تعملش طبعا بيرن ولا كلام من ده للسكين. الفيسيولوجيكال افكتس اوف ليدز الإفكت of light على السيلز بيعتمد على الويفلنس وده معناه الأماونت of energy. لو الأماونت of energy وصلت إنها كانت sufficient وabsorbed في التيشو أحد الدينا good physiological effects. لو كانت insufficient طبعا الأوتكم مش هيبقى مظبوط ولا كويس. الفيسيولوجيكال إفكتس بتاعت الإنفراريد light of light emitting diodes primarily photochemical reactions اللي اتكلمنا عنها قبل كده rather than thermal effects. طبعا اللايت قلنا اضعف كتير قوي من الليزر حتى اللو ليفل ليزر دايما بنقارنه باللو ليفل طبعا لكن برضو هو بيبرودوس photochemical reactions واحنا فاهمين ايه هي الphotochemical reactions مش هنعيد طبعا لكن بتبقى اضعف كتير من produced by low intensity laser. الانفراريد ليدز بتديكريز الكوندكشن فيلوسيتيز بتاعت النيرفس والايفوكت بوتنشال في النورمال نيرفس وده طبعا بنستفيد منه في البلوكينج او بين او ريدكشن او بين وريدكشن اوف كوندكشن فيلوسيتي. الابليكيشن اوف انفراريد ليدز للسكين فور 30 مينتس بيريليز حاجه اسمها نيتريك اوكسايد فروم ريد بلاد سيلز. النيتريك اوكسايد لما بيعلى الليفل بتاعها في البلازما بتعمل بوتنت فاز دايليتيشن وبت increase circulation in the treated area. طبعا بت bring us with it oxygen and nutrients so it increases tissue oxygenation and metabolism. تاني حاجة بت increase vascular perfusion by dilating arteries. طبعا dilated arteries بيزيد فيها ال exchange of gases عشان كده بت enhance tissue oxygenation, nutrient delivery and removal of waste products of metabolism. اخر افكت انه الهيومن بلاد ليمفوسايتس اللي هي الوايت بلاد سيلز لما بنعمل لها ايراديشن ويز انفراريد لايت بت انكريز ليفلز اوف اي تي بي ان سيلز وده بيزود الاكتيفيتي بتاعتها. والليمفوسايتس طبعا دي ديفنس سيلز واهم فانكشن ليها هو الفاجوسايتوزس لما بتشتغل از فاجوسايتس. الافكتس كل الافكتس مع بعض دي كولكتد بتفسر لنا ليه اللايت بي بروموت ووند هيلينج و لانه بيعمل promotion of circulation with resultant زي ما قلنا tissue oxygenation treated by infrared وبي stimulate nerve growth في patients اللي عندهم peripheral neuropathy. لو عندنا مشاكل في النيرفس like neuritis or neuropathy ممكن نزود بيها النيرف growth باللايت ثيرابي.
طيب ايه هي الانديكيشنز فور لايت ايمتنج ديوز؟ طبعا الاوبن سكين ووندز لوجيكلي انكلودنج التريتمنت اوف كرونيك اند فينوس ulcers. الحالات دي يا جماعه بتبقى محتاجه جدا طبعا موداليتيز زي اللايت ثيرابي او لايت ايمتنج ديوز علشان تعمل لها هيلينج. الدايبيتيك ulcers، الالسر اشيتد ويز سكليرودرما اللي هي السكين ديزيزز او ديرماتايتس. في حالات البينفول والانفلاماتوري ماسكول سكيليتال كونديشنز بيجيب نتائج كويسه قوي. اللي برضه لايت ايمتنج ديوز ممكن تستخدم في حالات نيورولوجيكال وماسكول سكيليتال كونديشنز، لكن ده برضه بيحتاج فيرزر كلينيكال ريسيرش. كونترا انديكيشنز اند بريكوشنز، نفس الكونترا انديكيشنز اللي كانت بنتبعها مع الليزر وبنبعد عنها، العينين اللي بنبعدهم عن الليزر هم نفسهم اللي بنبعدهم عن اللايت ايمتنج ديودز. لكن بيقول لنا لانه توتال واتج او توتال باور اوف ليد او اس ليدز اقل من الليزر، فمع كده ممكن يعمل هيتنج اوف ذا سكين بوتنشال بيرنز. وضمن البريكوشن والكونترا انديكيشنز ان السوبرفيشال هيتنج موداليتيز should be followed طبعا، ولازم نعمل كولينج للسيستم زي ما قلت لكم عشان نمنع البيرنز. الليدز ممكن تدينا similar effects that caused by light emitting diodes laser اسفه، يعني الليد ممكن يشبه الليزر في نفس الايفكتس، لكن في حاجه بيفتقر ليها اللايت اللي هي الكوهيرنس. وبعض الريسيرشرز قالوا لنا ان الكوهيرنس از فيري امبورتنت فاكتورز في البينتريشن والترانسميشن والابسوربشن اوف ليزر، لان هو اللي بيوصل الليزر لاماكن اللي بيحصل فيها سكاترينج وبيبرينج الايفكت جوه التيشو. لكن في بعض الابحاث قالت يا جماعه انه الليك اوف كوهيرنس في اللايت مش مهم، وده ما يقللش اللايت عن الليزر. طب is there any difference between laser and LED؟ قالوا اه طبعا، الليد فوتوثيرابي والليزر. الليد فوتوثيرابي does not involve heating of the skin، مش potential heating، رغم انه بعض الريسيرشرز بيقولوا انه ممكن تعمل potential burns في السكين. الليزر طبعا بي involve thermal energy وبيعمل heating للسكين. الليد ده continuous light energy، ده الليزر ممكن يبقى pulsed وممكن يبقى continuous. ده بي improve skin by stimulating skin cell metabolism without causing injury. هنا الليزر ممكن يعمل micro injuries مع وبعد كده يحتاج healing ويبروديوس الفاينل هيلينج. هنا مش محتاجين اي ريكفري بيريود لانه ما فيش انجري، لكن هنا بنحتاج ريكفري بيريود. اللايت ايمتنج ديوز سواء فيزيبل ريد يعني او نير انفراريد، الجريتست فوتون انتنستي بتحصل تحت السيرفيس بتاع التارجت تيشو. ليه؟ لانه الكومبينيشن اوف فوتون انترفيرنس فينومينا بيحصل في المكان ده beneath the surface of the tissue. والexcellent tissue scattering characteristics of light بتحصل at these band waves. احنا اتفقنا يا جماعة انه لما بيبقى فيه homogeneity of the tissue يعني ال interface between tissue، يعني نلاقي مثلا الليزر بيجيب نتيجة ما بين subcutaneous layer والمصل، ما بين المصل والبون between each two interface، دي الأماكن اللي بيحصل فيها فعلا scattering للليزر energy. ونفس الكلام ينطبق على light، فبنلاقي فيه photon combination here and release of energy or absorption of laser. ليه lasers بتعتبر superior للLEDs؟ نتيجة حاجات كتير، منها طبعا أو أهم حاجة هو الكوهيرنس بتاع الليزر. الليزر is highly coherent with any wavelengths used، مع كل الwavelengths اللي ممكن استخدمه بنلاقيه هو very coherent. يعني ايه يا جماعة coherent؟ يعني it has one wavelength and كل الphases بتravel together، او الphases كل البيمز are in phase، يعني positive phase كلها واحدة في كل البيمز، negative phase كلها واحدة في كل البيمز بتقابل بعض يعني، فده بيديها انها to penetrate deeper طبعا than ال light emitting diodes. light emitting diodes few millimeters، لكن ال lasers ال low intensity laser ممكن يعدي few millimeters، وطبعا بيجيب chemical effects في deeper tissue by conduction. لما ال coherent light interact مع التيشو بيحصل coherent light، يبقى احنا بنتكلم عن laser، بيحصل بعض ال small imperfections في tissue structures، ودي اللي بتlead to different phase occurring في الانديفيدوال ويف فرونت، بتحصل في مقدمة الويف اللي داخلة، ودي بيدي يعني ايه بعض الويفز بيحصل لها ريفليكشن ات ذا انترفيس. انا اتكلمت عن الانترفيس دلوقتي اللي هي تو هيتروجينس تيشوز، يعني سبكتينيوس مع مصل، الاريا دي بيحصل فيها ميوتوال انترفيس باترنز
في الويف فرونت. الانترفيس باترن دي اسمها ليزر سبيكلز. الليزر سبيكلز دي بتبقى حجمها اقل من 1 مايكرون ان دايامتر، وده ال 1 مايكرون ده بيخليها تقدر هي سيم دايمنشن از ميتوكوندريا، برضه الميتوكوندريا اقل من 1 مايكرون، فده بيخلي او بيدعم الثيري اللي بتقول انه ذيس ليزر سبيكلز بتقدر تستيميليت ميتوكوندريا لانها نون كوهيرنت اكتر من لانها كوهيرنت اكتر من النون كوهيرنت ليدز او لايت ايميتنج دايودز. As you see here in the figure، هنا في الميتوكوندريا بيحصل بيوصل ليزر الميتوكوندريا وبيعمل استيميليشن ليها بالطريقة اللي احنا قلنا عليها نتيجة وجود السبيكلز او الويف ستاندينج سوري الليزر سبيكلز او اللي اسمها ميوتوال انترفيس باترنز او الستاندينج ويفز بتوين انترفيسز. اهو 1 micrometer. This is a type of energy released by photon combination at the interface. وده بيستيميليت الميتوكوندريا to produce طبعا ATP وهكذا. ناخد examples على ال treatment by photobiostimulation. عندنا هنا inflammatory contact dermatitis في patient عنده 24 سنة. عشان نتيجة حاجة اسمها بيل compound containing alpha hydroxy acid في human subject. بيرسبوند بعد 3 سيشنز. اخذنا ليد لايت ايميتنج ثيرابي بويف لينس 830 نانومتر و 3 دايز ابارت، يعني 3 ايام بعيد عن بعض، مش 3 سكسيسيف دايز. والاراديانس فروم ميت او الباور كانت 100 ملي وات بير سنتيمتر سكوير. السيشن كانت 10 مينتس بير سيشن والتوتال دوز كان 60 جول بير سنتيمتر سكوير كونتينوس ويف. لو اتفرجنا هنا على الشكل ذس از ا بيس لاين in the top and this is after 3 days apart treatment. فرق كبير قوي في الهيلينج بتاع الديرماتيتس. اخدوا برضو عينة من السكين اوف ذا فيس وصوروه هنا بيفور الليد اللي هما 3 sessions او 3 treatments by 3 apart days، وهنا after treatment طبعا في الكنترول specimen هنا في B حصل انه الليد ايراديتد سبيسيمنت حصل ماركت ريدكشن في الانفلاماتوري انفلتريشن از ايفيدنت. ناخد اكزامبل تاني برضو استخدموا نفس الليد فوتوثيرابي 830 نانومتر بنفس الجول 60 جول بير سنتيمتر سكوير في حاله ديفيكولت تريت او حاله ريزيستنس. حصل فيها دراماتيك امبروفمنت. حد كان عنده ديستكتد سيليولايتس اوف ذا سكالب اللي هو انفلاميشن للسكالب سكين او سكين اوف ذا سكالب، ودي طبعا حاله انفلاماتوري بروبلم وريزيستيف يعني مش بتتعالج كويس او مش بتستجيب للعلاج. ادوها 4 سيشنز اوفر 2 ويكس، يعني كل ويك 2 سيشن، ولمده السيشن 20 دقيقه 60 جول بير سنتيمتر سكوير زي ما اتفقنا بير سيشن. نتفرج على الفيجر بيفور اند افتر زي ما شفنا. هير از بيفور هير از افتر. حصل طبعا دراماتيك امبروفمنت في الكيس of the dissecting cellulite، وطبعا ده young patient 34 سنة بس. at baseline كان ده الشكل، و at following 2 weeks of treatment by LEDs ده كان الشكل. فطبعا فرق كبير قوي بين الاثنين. ده بيورينا ال potent healing او ال great effect produced by light emitting diodes. اتمنى تكونوا فهمتوا اللايت ايميتنج دايوز بشكلها ايه، بتبروديوس ازاي، وايه الفرق بينها وبين الليزرز. ولو اي سؤال طبعا my contact information will be here with you in the slides. My cell phone 01224003374 and my email suhasaman@hotmail.com. Thank you.